الدنيا لسه فيها حاجات كتيرة قوي حلوة، والنهاردة هنتكلم عن طفل. طفل لكن بميت راجل. بتقابلنا مشاكل كتيرة قوي في حياتنا، بنفكر إن هي نهاية الدنيا وإن احنا فعلا شايلين جبل فوق كتافنا، لكن لما نشوف طفل زي سيد بيواجه كل ده لوحده ساعتها بنعرف إن احنا معندناش مشاكل أصلا. زي ما بيقولوا كده، اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. سيد ما ينفعش حد يتكلم عنه، لأنكم لازم تسمعوا منه هو. تعالوا نشوف سيد. اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك. قولي بقى، انت عندك كام سنه؟ عندي 17 سنه. مواليد كام بقى؟ احكيلي. مولود سنه 2000 واتمولدت 2. طيب انت عايش مع مين دلوقتي؟ مع مرات بابايا ومع اخواتي. مع باباك؟ اه، مرات بابايا واخواتي وبابايا. طب هي مامتك انت مش عايش مع مامتك ليه؟ عشان هي متطلقه ومتجوزه ومخلفه. بس هي عايش، بتشوفها وتروح تزورها ولا لا؟ لا لا، وكنت بزورها دلوقتي لا. رجعنا تاني هنا في البيت عند سيد عشان هو كان عايز يجي يصور مع اهله، يعني في البيت بتاعه. احكي لي بقى، الحادثه بدات معاك ازاي او ايه اللي حصل معاك في عينك وفي مخك؟ كنت في المدرسه، جالي شوية صداع، أصحابي صندوني صداع ودوخة، جابوني لغاية هنا البيت وقالوا لأبويا ابنك دايخ ومصدع وكده. أبويا ما خلاش ولا دكتور، بقى كل يوم هو وأخواتي يضربوا بيا على المستشفيات كلها. مستشفى أبو الريش دي مش عارفة اللي اسمها إيه، يقولوا ده شوية تلوث وهيروح. كل ما نروح له شوية تلوث وهيروح، نفس العلاج. بس كان عندك صداع بس ولا كنت برضو مش بدأت ما بتشوفش؟ لا، كنت بشوف طشاش. زي ما حبيتك يا عيوني ما تجرحش قدامه، أوطى قلبي كمان وأقوله ما يحسش بحنانه. تكشف لي، قال لي بابا ابنك عنده مية وورم على المخ بيغلو، اجري على مستشفى النصر. رحنا، قالوا يركبوا له جهازات هناك اللي هم دول. وريني كده فين؟ اهو دول. اه، بالخراطيم دي. دي خراطيم راكبه عندك واصله لحوض الميه. اه، خرطومين بس مامين واصلين لحوض الميه. بابا لما عرف اللي عندي على مستلف فلوس وكده، كان الورم دمر الشبكه. يعني انت دلوقتي ما بقتش بتشوف اي الوان خالص ولا بتشوف يعني طشاش ولا اي حاجه؟ يعني بشوف ولا اي حاجه، دمر العصب بس. ما هو مش الورم ولا التفتيح بقى من ربنا. نقعد شهرين ولا شهر على ما اخف الورم يرتجع تاني. قعدت 6 شهور واكتر، عملت 6 عمليات ورم على المخ هنا لغايه ما قالوا لبابا الحته دي اتهرت مش هنقدر نفتح تاني. قبول الصمام ده بخرطوم واصل لورا كده. اي شويه ورم يتكوموا كانوا يسحبوهم بالحقنه كده من غير بنك. انت دلوقتي بتتألم في حاجه، بتقول ايه اللي بيوجعك يا سيد؟ رجلي. ما بقتش بتقدر تمشي على رجلك خالص؟ خالص. بمشي بالعافيه. افتح ونفسي حد يساعدني ونفسي اعمل عمليه في رجلي عشان اقدر امشي عليها وبلعب زي كل العيال وارجع اروح المدرسه تاني واحفظ قران تاني واروح في كل حته تاني. العيال كل شويه مش هتفتح مش هتفتح مش هتفتح، وانا نفسي العب زيهم. هما يقولوا لي انت هتلعب معانا، اقول لهم بيد ربنا. انا معانا دلوقتي حاج رجب بابا سيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ سواق ربع نجل. طب هو سيد بس احكي لنا كده، ايه باختصار كده حالته دلوقتي، وصل لحد فين؟ والله هو دلوقتي احنا رحنا لدكتوره عيون في مصر الجديده
عملت له اشعه شبكيه واشعه على العصب، وجيت للعصب شغال 10%. قلت لها طب ما حضرتك تدي له علاج ينشط العصب ده يشتغل. قالت لي مش انا اللي اقول كده، امال مين؟ قالت لي دكتور مخ واعصاب. لا العلاج دوكا بتاع الورم والنمو والغدد 1420 جنيه. طب انت بتعرف توفر له العلاج كله؟ لا انا بقالي 8 شهور ما جبتوش، وده السبب اللي خلى رجله تعوجت. تقصير العلاج رجله بدات تلف شويه شويه لما تعوجت كده. ضايق على تكميل الاجار. احنا يعني يوم في شغل ويوم ما فيش حال البلد، وانا بطلع اعمل لي بتاعت 40 جنيه ولا شقه ملك ولا وظيفه ولا حاجه. طب يدوا العيل ده العلاج يراعوا الناس الغلابه، ولا معاش ولا اي حاجه تخلق. حرام حرام والله، احنا مدفونين تحت الارض. حرام. هو التأمين مش بيعمل له حاجه خالص ولا اي حاجه. روح للوزير، عاوز تجيب له علاج روح للوزير. طب انا هروح مين؟ انا يدخلني مكتب الوزير؟ انا صفتي ايه؟ انا عاوز يعني يوصلونا لحد كده يتقي الله فينا ويراعى الله فينا في الغلاب الناس الغلاب اللي في البلد. يعني احنا يعلم الله، يعني الراجل اللي رزقه على الله ده يعتبر ميت، هو وعياله لا يعرفوا يجيبوا حاجه ولا يعرفوا يشتروا حاجه ولا يعرف يجيب ايه. يعني انا بقعد اجيب تيشيرت السيد ابص الاقيه يقول لي ب 70 جنيه ب 80 جنيه. طب ما انا يوميتي مش 80 جنيه عشان اجيب له بيها. هو عاوز عمليه على رجله بس، انا مع تقصيري في العلاج رجله اتعوجت، وخايف رجله الثانيه تتعوج ما يقدرش يمشي خالص، يعني يبقى اعمى ويبقى عاجز. انا نفسي اشتغل، انا نفسي ابقى شيخ. بصراحة لما رجعت من عند سيد أنا سميته الطفل الضاحك الباكي. أنا كنت متوقعة لما رحت أزوره إن هو هيكون بيعيط، إن هو واحد بيتألم، رجله ما بيعرفش يمشي عليها نهائي، رجله اتأثرت جدا طبعا بموضوع المورم اللي على البخ، بلس كمان هو مش بيشوف، بيمشي بعكاز مش بيشوفه، بيمشي بس في الأماكن اللي هو عارفها. كان عمال بيضحك وبيهزر معايا وقعد يغني لي أغاني كتير جدا زمان، وزعلان أصلا دلوقتي إن أنا ما حطيتهالهوش كلها. قد ايه اداني امل، قد ايه اداني حاله من التفاؤل. واحد زيه المفروض مثلا، ممكن حد يقول لك واحد زيه المفروض يبقى قاعد مكتئب ومتضايق وبيتالم، لا هو كان بيضحك وبيهزر ومبسوط. هي فعلا حاله حزن بس بتولد امل. ده مش ولد بجد، حسيته ده بطل، مش في موقف واحد، لا بطل كل يوم. مش عارفه المفروض نقول له برافو ولا نقول له احنا اسفين، اسفين على طفولتك اللي ضاعت بسبب الظروف دي. خلينا فاكرين ان ابواب الخير مفيش اكتر منها. سيد مستني باب خير واحد يتفتح له، يا ريت نقدر نساعده وندعمه، والاهم ان احنا نلاقي استجابه للنداء، ويا ريت برضو حد من المسؤولين ان هو يحاول يتبنى سيد في المشاكل اللي عنده دي. هو الولد ما عندوش تامين صحي وعنده مش عارف يوفر 1420 جنيه تقريبا ثمن الدواء اللي هو بيأثر اكتر على رجله ان هو ما بيعرفش يمشي عليها. يا جماعه خبطوا على ابواب الخير، بين كل باب والتاني هتلاقي عالم مليان حب ورحمه وعطاء وخيط كتير. مد ايدك هتلاقي قلوب محتاجه رحمه، محتاجه فرحه، محتاجه شويه طبطبه. صدقوني احنا محتاجين كتير قوي من ده، هينعكس طبعا على احساسنا بالراحه والرضا. انا لما رحت لسيد رجعت انا فعلا كل لحظه بقيت بقول الحمد لله، الحمد لله ان انا كويسه، الحمد لله ان اي حد هيشوف الموقف ده لازم يحمد ربنا طبعا، لان هو مش قادر يعيش طفولته، نفسه ينزل يلعب، نفسه يفرح، نفسه يرجع يلعب مع الاطفال الصغيرين اللي زيه. يعني يا ريت النداء للمره الثانيه ان اي حد يقدر يساعد سيد او يساعد علي اللي احنا عرضنا حالته المره اللي فاتت، او كمان ندى. يعني احنا اتكلمنا اوريدي مع دكتور عظام، ان شاء الله باذن الله هو وعدنا ان هو هيشوف حالتهم، وان شاء الله باذن الله يتبنى حالتهم، وكمان محتاجه دكتور مخ واعصاب. اي مستشفى ممكن تتبنى حاله الاطفال الثلاثه دول، احنا هنستنى ان انتوا تقفوا جنبنا وتمدوا ايديكوا لينا.